عائشة فتاة مستهترة، مدمنة للنت ولغرف الدردشة، وكانت تتحدث مع الجميع في مواضيع تافهة، وذات يوم تعرفت على فتاة من أمريكا اسمها ليزا، متزوجة ولها ولد، وعندما أخبرتها بأن اسمها عائشة وجدتها تطير من الفرح وتقول لها: إذا أنت مسلمة، لا أصدق، أريد أن أعرف عن الإسلام الكثير، أرجوك لا تتركيني كما تركني آخرون. لدي الاف الاسئله التي اود ان اسالها قالت عائشه في نفسها يا لها من تعيسه تطلب الاسلام من ابعد واحده عنه ولكنها شعرت بها حقا لاول مره في حياتها تعيش لحظه تهتم فيها بامر دينها ولعدم قدرتها على الاجابه طلبت منها ان تنتظرها لدقائق ثم دخلت عائشه على مواقع اسلاميه وظلت تبحث عن كل سؤال تساله ليزا حتى نجحت في الإجابة على معظم الأسئلة، وعندما سألتها عن السيدة عائشة لم تعرف إجابة، وقالت لها: انتظريني أياما وسأرسل لك كتبا عن الإسلام بالبريد. وفي الصباح ذهبت عائشة للمكتبة واشترت لها كتابان ومصحفا وقرأتهم قبل ليزا حيث كانت طريقة في الإنجليزية، فشعرت بأن هذا الدين عظيم، وأرسلت المجموعة بالبريد الدولي السريع ووصلت الكتب إلى ليزا وقرأتهم. ثم قالت عن طريق سماعة الصوت هذا ما كنت أريد كيف أدخل في الإسلام؟ لم تصدق عائشة ما تقوله ليزا فبكت كثيرا وعندما سمعت بكاءها سألتها لماذا تبكي؟ فقالت لها لأن ميلادي مع ميلادك اذهبي واغتسلي ورددي بعد الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومعناها انه لا يوجد اله غير الله في الكون وان محمدا رسول الله وظلت عائشه تشرح ولا تعلم كيف اتت بهذه المعاني العظيمه التي ترددها لاول مره وسعدت كثيرا عندما قالت لها ليزا الان وجدت حياتي لقد كنت محطمه وحاولت الانتحار خمس مرات وكان زوجي ينقذني ولكني الان اشعر بسعاده غامره واشعر باني وجدت نفسي لقد ولدت هذه الليله فقالت لها عائشه وانا كذلك ولدت من جديد لقد كنت مسلمه بالاسم فقط فقالت لها ليزا الان فهمت معنى قولك ميلادي مع ميلادك ثم اخبرتها من تكون السيده عائشه لقد اخبرتها من كانت سببا في اسلامها وبعد يومين اخبرتها ليزا باسلام زوجها وتسميه ابنهما محمدا وانها غيرت اسمها لعائشه فبكت بكاء شديدا لأنها لم تكن تحلم أن تكون سببا في إسلام ثلاثة أنفس يأتون يوم القيامة في ميزان حسناتها فحمدت الله كثيرا وقرأت وتعلمت وفهمت كل شيء عن الإسلام وتحولت من البحث عن التفاهة إلى البحث عن كل من يريد الإسلام حتى أسلم على يديها الكثير ومن أحسن قولا ممن دعا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ